مشكلة الأدرينال فاتيج أو الإجهاد الكظري، هتتعجب من كم الحاجات اللي موجودة عندك، وعمر ما حد قالك إن ده هو الأدرينال فاتيج أو هو ده الإجهاد الكظري. أهلا بيكم، هقول لكم الأعراض ومش متخيلين كم انتشار هذه الأعراض. عندك إرهاق مستمر، عندك عاوز تاكل حاجة مسكرة أو عاوز تاكل حاجة حلوة، جسمك مكسر طول الوقت، عندك دهون حوالين البطن مش عايزة تروح مهما عملت، عندك أو عندك أي مشكلة ولو صغيرة في الغدة الدرقية، ما بتستحملش أي استرس والصوت العالي بيضايقك، دماغك خفيفة وسهل تصدع ومش عارف تركز ومش عارف كولكت يور ثوت أو مش عارف تجمع أفكارك، معتمد على الكافيين ومن غير القهوة مش عارف تكمل يومك، عندك تشخيص الفايبروميالجيا، كل ده كوم. والحاجة اللي بسمعها من المريض من غير تحليل بعرف إن وجهات كظري، يا دكتور أصعب لحظات عندي في اليوم وأنا قايم من السرير، بقوم مكسر، بقوم أكني مش نايم، بعد نص ساعة ساعة أبتدي أفوق، وبالليل يبقى نشاطي أكثر من الصبح بكتير. حد عنده حاجة أو اتنين أو تلاتة من اللي أنا قلته، أنت في درجة من درجات الإجهاد الكظري اللي هو أخره أمراض مناعية وسرطان واكتئاب وانتحار وفقد القدرة الإنتاجية للجسم بالكامل. موضوع خطير ولا مش خطير؟ ادي الاعراض، ايه هي الاسباب؟ الاسباب زمن الاسترس. النهارده عكس كل الحلقات، تعالى يا حبيبي انا هديك كورتيزون. يا نهار ابيض، هنسيبك ونمشي يا دكتور. المشكله دي بقى بنقول يا رب عايزين كورتيزون، يا رب الكورتيزول نعرف نجيب كورتيزول، ادوني كورتيزون احسن هموت. هي الحاله دي كده، ربنا خلق الكورتيزول مهم جدا في الجسم عشان اقدر اقوم الصبح. الجير بتاع الاولاني ده اصعب جير في العربيه، اكبر ترس هو الاول عشان من حاله السكون للحركه. فانا الكبد والمخ والعضلات والدم هادي والضغط واطي والحراره واطيه، عشان احول لحاله النشاط واقوم من السرير لازم كورتيزول يفرز من الغده الكظريه. لو انا استحمل الاسترس لازم شويه كورتيزول في جسمي، عشان حتى في اول الالتهابات لازم شويه كورتيزول في جسمي، عشان اعرف افكر لازم شويه كورتيزول في جسمي، لازم الكورتيزول والادرينالين يطلعوا شويه لو في خطر، لو في استرس، لو بجري من اسد. احنا 10 دقايق ربع ساعه ويهبل الادرينالين ينزل والكورتيزول ينزل، سلام عليكم عملنا اللي علينا. احنا من سنين وسنين في استرس، انت كورتيزولك ابتدى كل يوم كورتيزول، كل يوم بتجري من اسد، الشغل، البيت، الظروف الاقتصاديه، عدم ايمانك بان كل حاجه بتحدث بيد ربنا وكل حاجه بتحصل من اجلك ليس لك، و و و فاسترس، استرس، حرب، مفيش فلوس، اغلاقات، مفيش عارف رزق بكره شكله ايه، وهكذا. استرس سنين وسنين لغايه الغده الكظريه ارهقت، قالت مش عارفة اشتغل، انا هسيبك وامشي، هطلع اشوف لي جسم تاني. يبقى ده السبب ودي الاعراض. مش هرغي كتير لأهمية هذه الحلقة. الحل ايه يا دكتور؟ الحل انك تدي زوبة زقة، تدي الغدة الكظرية، تمنع الاسباب، هقول لكم ازاي، وبعدين تديها اللي هي عايزاه عشان ترجع تشتغل، تعمل عمرة وتعمل اصلاح موتور للغدة الكظرية. وادعي لك. وانا قلت في الاعراض من الاول برضو ما اقدرش اعديها، الغدة الدرقية للسيدات وللرجالة ما بيحصل لهاش خلل في 99% من الحالات إلا لما الغدة الكظرية أو الإنسولين يبقى فيهم مشكلة. لو أنت الستات على طول استرس استرس استرس، عشان كده هم أكتر الناس لهم مشاكل في الغدة الدرقية. الإنسولين، مشاكل الإنسولين والتخن والرجيمات والكلام ده يأثر على الغدة الدرقية. الهرمونات والإستروجين، عشان أبقى كملت الليلة، إستروجينك والغدة الكظرية والإنسولين، لو حافظت على الثلاثة دول تعيشي 100 سنة الغدة الدرقية حصان حصان. أرجع لموضوع الغدة الكظرية، أعمل إيه يا دكتور؟ الحل، الحل في إيدينا جدا. أول حاجة امنع كل ما يخلي الجسد في استرس. أول حاجة غير جو. الغدة الكظرية عاوزة ثلاث حاجات عشان تشتغل، البنزين، البنزين بتاعها. أول حاجة مخزن فيتامين سي في الجسم فين؟ حبيبي في الغدة الكظرية. ليه الفيتامين سي بيتحوش في الغدة الكظرية؟
عشان اكتر مكان بيحتاج فيتامين سي هو الغده الكظريه، فمادام الغده الكظريه تعبت يبقى فيتامين سي خلص، يبقى لازم تحط فيتامين سي قدام عينيك، يا تجيب من مصادر طبيعيه، تجيب فيتامين سي كومبلكس من مصدر نباتي، قرصين الصبح قرصين بالليل لمده من شهر ونص لشهرين. فيتامين سي اول حاجه. تاني حاجه هو الصراحه فيتامين ب واحد اللي هو الثيامين. اول ما يحصل استرس الثيامين ده يتاخد عشان يشغلوا الكورتيزول ويشغلوا الغده الكظريه، يطلع هرمونات، فده بيخلص من الجسم. تقدر تجيبه من الخميره، يعني الخميره الغذائيه فيها فيتامين ب واحد، ولكن نصيحتي انا خد فيتامين ب كومبلكس. فيتامين ب كومبلكس في صوره الميثايليتد، ميثايل ب كومبلكس 50 مللي جرام مره او مرتين في اليوم لمده شهر ونص. صلح كل الفيتامينات ب بتاعتك، لان ب ما بيكونش موجود في الطبيعه لوحده، بيبقى جروب، فخد الجروب افضل لك، مش هتخسر حاجه ملوش سميه. يبقى فيتامين سي كتير، تاني حاجه ب واحد او الب كومبلكس، تالت حاجه بوتاسيوم. الغده الكظريه محتاجه بوتاسيوم، كل طبق سلطه كبير مرتين ثلاثه في اليوم، دول الاساسيات. وما اقدرش اقول الاساسيات دول من غير ما اقول لك بطل سكر، لان اكله سكر واحده بتخلص الثيامين من الجسم او مخزون الثيامين، وبتوقف امتصاص فيتامين سي، فانت ضربت حاجتين باكله السكر. فامنع السكر والحلويات خالص، امنع اي ادويه حموضه، لان ادويه الحموضه بتوقف المغنيسيوم وتوقف امتصاص فيتامين سي ودي وفيتامين بي، فمن غير حمض معده ما يتكسرش، فيوقف ادويه الحموض. الناس اللي ماشيه عند ادويه الحموضه بقالها سنين ويقولوا جالنا اكتئاب ليه؟ وانا مرهق ليه؟ حضرتك خلاص مفيش تصنيع، ما بيحصلش امتصاص للمعادن والفيتامينات. وصلت؟ يبقى دي الاساسيات، ده في الاكل. كتر الخضار، فيتامين سي، فيتامين ب واحد او فيتامين ب كومبلكس. الحاجات التانيه بقى، نام في اوضه ضلمه من 10 ل 6 الصبح. ده وقت اللي جسمك بيجدد نفسه، محدش بيجدد الكظريه، الدرقيه، المخ، العضلات، تنظيف الكبد، مفيش حاجه بتحصل الصبح. لازم تنام في اوضه ضلمه عشان يطلع الاوردر ده دخل الورشه، يلا ننظف، يلا نجدد، يلا نصلح. الورشه بالليل في الضلمه التامه، يعني المرضى اللي انا عالجتهم شرط اساسي، مش بخاف من الضلمه يا دكتور، سيده قلت لها البسي بتاعت الطيارات دي، لازم يبقى كحل عشان الجسم يحصل له تجديد. يبقى اول حاجه تنام في اوضه ضلمه مهمه جدا. تاني حاجه الرياضه. ايوه يا دكتور رياضه مهمه قوي، اوعى تلعب رياضه. ايه الدكتور اقطعه بقى الحته دي وقول له دكتور كريم بيحذر من الرياضه، ماذا اقول؟ اوعى تلعب رياضه اكتر من 45 دقيقه، اوعى تلعب رياضه فيها نهجان، ده النهجان ده ستريس، انت ما عندكش اصلا الكورتيزول اللي بيساعدك في الاستريس. يعني اعمل ايه؟ ما العبش رياضه؟ لا خالص، ما تروحش الجيم. اللي عنده الحاجات اللي انا قلتها دي ما تروحش الجيم، ولا اعمل ايه؟ امشي نص ساعه، امشي ساعه، ده لوحده بيجدد الغده الكظريه لوحده كده، يعني بيديها روح كده، بيحسن تنفسك، بيحسن مود. خلاصه اللي انا قلته النهارده، حسن الامتصاص بانك تحافظ على حمض المعده، وممكن تاخد خل تفاح بمنع ادويه الحموضه ومنع السكر، نام كويس بالليل، العب رياضتك عباره عن مشي او سباحه، وخلي بالك من فيتامين سي وفيتامين ب كومبلكس والبوتاسيوم. صعبه؟ في خلال شهر ونص شهرين كل الاعراض اللي انا قلتها دي تروح، وبدل ما جسمك يبقى مش عارف تشتغل ومش عارف تفكر وعلى طول عاوز سكريات او عايز حاجه حادقه او مش قادر تقوم من النوم مكسر او مشخصينك فايبروميالجي او مشخصينك اكتئاب، كل ده يتحل بان انا عرفت اصل المشكله.